جئنا اليوم من أمام قائد المقاومة وقائد حركة المقاومة الإسلامية حماس الأخ أبو العبد إسماعيل هنية لنقول له أننا خلف قيادتكم بل خلف قيادة الشعب الفلسطيني بأجمعه لنقول أن التحذير الأخير قد وصل وأننا على جاهزية تامة منذ أيام وأننا رهن إشارتكم. ومن هنا نؤكد على ما يلي: أولاً أن القدس والأقصى عقيدة، وإن المساس بعقيدة المسلمين عاقبته ستكون وخيمة. من هنا نقول إن الأقصى والقدس عقيدة المسلمين جميعاً، تنتفض اليوم جموع وجماهير شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ومعنا كل أمتنا العربية والإسلامية لتقول كلنا فداء القدس وكلنا فداء الأقصى. ومن هنا نبرق التحية للمرابطين في المسجد الأقصى الذين يواجهون صلف الاحتلال ومستوطنيه الذين يعيثون فسادا بحركاتهم وصلواتهم التلمودية. وأيضا نقول ونؤكد أن خيار الرد متروك للمقاومة تقدر حجمه ووقته، وهي كما نثق بها دائما قادرة على أن توجع الاحتلال حيثما كان. النقطة الثالثة: إن زحوف الناس اليوم من أجل المسجد الأقصى ستستمر، وإن هذه جولة من الجولات التي تقربنا إلى النصر، وثقتنا بنصر الله قريب بإذن الله عز وجل، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. رابعا: إن بنت وخلفه حكومته اليمينية المتطرفة التي أقرت تدنيس المسجد الأقصى في هذا اليوم، إنما سطرت قرار إزالتها، وكما كنا دائما سببا في إزاحة أباطرة بني صهيون عن أماكنهم وعن كراسيهم، فإننا بإذن الله عز وجل قادرون على إزاحة بنت والذي هو أكبر منه، وليس نتنياهو عنه ببعيد. أخيرا نؤكد أن مجاهدينا الأبطال الذين نبرق لهم بالتحية هم رهن أو رهن إشارة القائد العام لقوى المقاومة ولكتائب الشهيد عز الدين القسام الأخ أبو خالد الضيف، وأن كل فعاليات حركتنا المقاومة وفصائلنا الوطنية المجاهدة هي في انتظار شارة البدء إن أقرت قيادة المقاومة ذلك. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى،